السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحباً بكم في فيديو جديد. سنقدم في شرح اليوم لكم رحلة مثيرة إلى عالم التقنية والإبداع. في هذا الفيديو الشيق سنكتشف موقعاً جديداً يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكنكم من تحويل النصوص والصور إلى فيديوهات احترافية بكل سهولة وجودة عالية. تعالوا نستكشف سوياً كيف يمكن لهذا الموقع تحويل الأفكار إلى واقع مذهل. دعونا نبدأ الرحلة ونكتشف معاً عالم الإبداع والتحول الرقمي. سنعرض لكم موقعاً جديداً يتميز بالدقة والجودة، حيث يتيح لكم تحويل النصوص والصور إلى فيديوهات احترافية بسهولة وسرعة. فلنبدأ على بركة الله. نكتب اسم الموقع في خانة البحث Pixverse.ai. عندما تفتحون الموقع ستواجهكم واجهة بصرية جذابة. انطلقوا معنا بالنقر على Start and Web لفتح تبويب جديدة، حيث سيطلب منكم الموقع تسجيل الدخول باستخدام حسابات جوجل أو ديسكورد. عند الدخول ستجد قائمة بالأعمال السابقة على الموقع، حيث يمكنك الاطلاع عليها والاستفادة من البرومبت لفهم أفضل لطبيعة الفيديوهات المنشورة. الآن سوف نتجه إلى أعلى الصفحة وننقر هنا على إنشاء عند فتح الواجهة. ستجد جزئين، الأول هو Text to Video، وهنا نضع البرومبت ونحاول أن يكون الوصف دقيقاً للحصول على أفضل النتائج. الخانة الثانية هي حيث نكتب الأشياء التي لا نرغب في ظهورها في الفيديو، ثم سنتجه إلى الأسفل لاختيار ستايل الفيديو، سواء كان واقعياً أو كرتونياً أو ثلاثي الأبعاد حسب فكرة الفيديو التي نرغب في إنشائه. بعد ذلك سنتجه إلى هنا لاختيار مقاس الفيديو، ثم نقوم بالضغط على إنشاء لبدء عملية التحويل. يرجى ملاحظة أنه من المهم اختيار الإعدادات المناسبة والتأكد من دقة الوصف قبل البدء في تحويل النص أو الصور إلى فيديو. عند الانتقال إلى شريط الأدوات سنجد الخانة الأولى تحتوي على فيديوهات المستخدمين على الموقع، ويمكن الاستفادة منها بأخذ الوصف وتكرار العملية لإنشاء مزيد من الفيديوهات. ويمكن إضافة وصف إضافي أثناء عملية الإنشاء، أو يمكن تركه فارغاً. بعد ذلك يمكن الضغط على إنشاء، ومن ثم ننتظر قليلاً للحصول على النتيجة. عند الانتهاء من الفيديوهات المطلوبة يمكن تحميلها بسهولة بالضغط على زر التحميل، وسيتم ذلك في ثوان قليلة. كما يمكن تكرار العملية للحصول على أفضل النتائج وتعديل الوصف حسب الحاجة. يمكننا الآن الانتقال إلى الجزء الثاني من الموقع لتحويل الصور إلى فيديو. إليك خطوات العمل. ابدأ بالنقر على زر Create في أعلى الصفحة للانتقال إلى قسم تحويل الصور إلى فيديو، وقم بتحميل الصورة التي ترغب في العمل عليها. إذا كنت ترغب في إضافة وصف إضافي للصورة، قم بوضعه في الخانة المحددة في قسم. بعد النقر على Create يجب أن ننتظر قليلاً حتى تظهر النتيجة. بعد ظهور النتيجة يمكننا التحقق منها وإجراء أي تعديلات إذا لزم الأمر. يفضل التكرار للحصول على أفضل النتائج. بعد اختيار أفضل النتائج يمكن رفع جودة الفيديو عن طريق الضغط على Upscaled. بعد ذلك يجب أن نقوم بحفظ الفيديو للحفاظ على التعديلات التي قمنا بها. وهكذا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نأمل أنك استمتعت بالمحتوى واستفدت من المعلومات التي قدمناها لك اليوم. إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات، لا تتردد في تركها في قسم التعليقات أدناه، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تابعنا للمزيد من المحتوى المفيد والشيق. شكراً لمتابعتكم ودعمكم، ونلتقي في الفيديوهات القادمة.